عطنا السؤال، من القائل عندما تبدأ عزف الموسيقى بمفتاح معين عليك أن تحافظ على هذا المفتاح حتى النهاية؟ الخيارات محمد عبده ولا ناصر الصالح ولا شوبان ولا ويليام جيمس؟ البير وغطاه والله وعطاه. ويا حسين والله ما لها سمت رجلي. الله كريم. راعي النصيفة سالم 2000 ريال سعودي. شكرا. لحظة. عطني حسين. انا بكلم حسين. مالي شغل بك يا حمدان. حسين، كم واحد عندكم هالحين بالمجلس؟ أربعة. أما أبوكم فله 2000 ريال، بس 2000، ها؟ أما الثلاثة الباقين كل واحد 5000 ريال، 15000 ريال. جزاك الله خير. ومن يقول بارك الله لك. وجهك أبيض. بارك الله لك في حلالك ومالك وعيالك. بارك الله لك فيما أعطاك. وسلامي لك والحسين وأخوانه. وعيدكم مبارك وأيامكم سعيدة. شكرا جزيلا. ومع متصل جديد وسؤال، احنا جاوبنا عن هذا ما جاوبنا. من القائل عندما تبدأ عزف الموسيقى بمفتاح معين عليك أن تحافظ على هذا المفتاح حتى النهاية؟ قالها ويليام جيمس في كتابه البراغماتية.